10 ندخل على الكراج نبلش نشيك على السياره ونظبط امورها. هاي السياره وصلت تفجر فيش اكزوست كسر السياره نبلش نظبطها للدريفت الجاي ان شاء الله. اخذنا السياره على محل الفيبر خلينا نظبط السياره نوديها حاليا. انا هلا عند محل ابو قاسم بدنا نسهر عليها بالليل لانه مش ضايل وقت ضايل الدريفت يومين تقريبا فلازم اليوم بالليل تكون جاهز البودي عشان بكره نوديها على الاستيكرزات نركب الضواو نظبط الطمبونات نركب الاكزوست تاير نجهزها للدريفت الجاي. خلصنا السياره صلحنا الضربات بس زي هذا الضوء مكسور ركبنا كل شيء. هاي اللون الجديد بلش يجي على السياره راح نلزقها كامله طبعا نفس هذا اللون. هاي سوينا الضربات اللي هنا كان الاستيكرزات هاي الغطاء الموتور بس بناخذها عند دافنشي. هذا اخذها على دافنشي نبلش نلزق السياره من برا. كل عافية خالد. حبيب. الجنطات ندهنهم لأنهم كثير مقحطين ركب عليهم كوشوك جديد. هاي وصلنا شركة تايو تايرز ناخذ الكوشوك. هذول الكوشوكات تبعوني. هذول نركبهم ندرب السيارة عليهم. الشباب تقريبا قربوا يخلصوا الشغل. يعطيكم العافية. اللوك الجديد. تقريبا خلصوا كل السيارة بكم ساعة يا خالد؟ خمس ساعة. بس هلا ضايل نحط السبونسرات والستيكرزات على السيارة. يلا هيك اليوم بكره مكملها نحط عليها ستيكرزات. صباح الخير اخر يوم معانا بس السيارة ما خلصناها. هي نروح عند خالد دافنشي نشوف الستيكرزات وبصلحها. هاي وصلت عند خالد تقريبا عملوا الجنب اللي جوا هسه بنشوفه. سوى جنب العشمال لسه ما خلص اي هيك هسه حيكون في هون الجنب اللي فوق والجنب هذا على في غطا الموتور هسه نفرجكم اياهم بس نخلص اللوك النهائي. كل عافية خالد. كل عافية عبد. السلام عليكم. نفك الجنطات اسفين على الازعاج ابو خالد. الساعة 2 الظهر تقريبا لسه ما خلصنا ستيكرز السيارة، جبنا الكوشوك هلا بدنا نروح نركبه على السيارة، بعديها بنخلص الستيكرز ونصورها وبعدين بدنا ناخذ السيارة نجربها هيك سريع سريع وإن شاء الله تكون أمورها تمام. هاي كوشوك سيمي سليك من تويو بدنا نجربه. ركبنا الجنطات بس بشيك عليهم بس إذا بحك ولا ما بحك. هي السيارة خلص. هي هون بالطبع الستيكرز هاي. هاي تويو تايرز هاي الان كي 2511 الستيكرزات. بلش بالجنب الثاني يعني هذاك الجنب تقريبا خلص بس نفرجكم اياها بس خلص كله بس نسوي اللصق بفابة نسوي الغطاء الامامي يطلع شي مرطب. طلع على الداينو رن سريع شيك على السيارة. هي خلصناها من الداينو بدنا ناخذها على الاكزوست نركب الاكزوست انا مش ضايل وقت يعني اخر يوم الليل وبكره الدريفت. بدنا عند اسعد البرغوثي نظبط الاكزوست لانه مكسور من تحت ضايل بس ميزان بعدين نظبط السيارة ندربها ان شاء الله تكون امورها تمام لبكره. من السيارة ميزان خلصنا داينو خلصنا كل شيء بس ضايل ميزان عم نعملها ميزان عند ميزان ايا وان شاء الله تكون السيارة جاهزة لبكرة. خليكم معنا نعبي ايثانول لبكرة. كل عافية بنا بلسي. غسلنا السيارة جهزنا امورها الحمد لله وهي العدة وهي الشباب محمود انا بلسي
هاي امين امين يعطيك العافيه. هي خلصنا السياره خلاص سكر الكراج ونشوفها بكره. صباح الخير. هيك كنا جايين من الدريفت الحمد لله خلصنا السياره بوقت قياسي بيومين كنا مخلصين كل شيء فالحمد لله هنا متجه للحلبة ان شاء الله قدم اداء جميل ويلا بينا. وصلنا الحلبة نروح نجهز الامور هاي كل متسابقين وراي وان شاء الله يكون الدريفت جميل هاي المره. هاي التجهيز الجديد نحاول نظبط خير بطريقه احلى من حفله تصوير احنا ساعه نصور. الحلبة هاي كلها هون الكليبات في دوائر في بوكسات في هون الجمهور وراي هاي كل الجمهور ان شاء الله يكون درب جميل ويكون شيء مرتب. احنا مع كل المتسابقين هاي كل المتسابقين لو انا بعطونا التدريب التراك تبعنا ورجونا اياه. ننزل الجولة الثانية عم نعبي ايثانول للسيارة.
خلصت الجولة الثانية الحمد لله، كانت امورها كلها تمام. ان شاء الله يكون نتيجة جميلة، وان شاء الله اني اجي بالاخيرة يعني تكون مركز كويس. خلصنا الدريفت بعد عطل فني صار بالسيارة، هذا مركز تام الحمد لله. الله يعطيك العافية، مبروك حبيبنا مايد، بالعافية شباب. حمل السيارة.